مرحبا بك وعيدك مبارك. يعني اليوم رانا في اليوم الثالث لعيد الفطر المبارك، بداية تنفيذ قرارين صادرين عن السيد ولاية الجزائر بخصوص منع سير السيارات. هذا القرار الثاني، القرار الأول المتعلق بمنع سير الدراجات النارية ذات الحجم الكبير، يعني اللي تفوق سعة المحرك تاعها 125 سنتيمتر مكعب، هم يصدروا أصوات عالية يزعجوا المواطنين، يزعجوا الأشخاص المرضى، الأطفال، كبار السن. وبالتالي في حالة مخالفة هذا القرار حيكون فيه إجراءات، إجراءات في وضع في المحشر من 8 أيام، في حالة العود راح توضع في المحشر 15 يوم، مع يعني التكاليف تكون على عاتق صاحب المركبة. بالنسبة للسيارات يعني اللي قاموا بتعديلات للسيارة تاعهم، إضافة بعض التعديلات غير مرخص بها وغير قانونية، مما يسبب إزعاج المواطنين كذلك، يعني يكون أصوات عالية مرتفعة راح تزعج المواطنين. جاء القرار بناء على شكاوي من طرف المواطنين بخصوص هذا الموضوع اللي نتكلموا عليه تاع ازعاجات وتضيق من طرف المواطنين، لانه يشوفوا سواق السيارات اللي ضافوا التعديلات هذه وكذلك سواق الدراجات الناريه هم يصدروا اصوات عاليه في الليل. وبالتالي المنع يكون ابتداء من الساعه 10 ليلا الى غايه الساعه 6 صباحا. هذا بالنسبه للسيارات اللي قاموا باضافه بعض التعديلات الغير مرخص بها على المركبه تاعهم، وكذلك الدراجات الناريه ذات الحجم الكبير. وبالتالي نقدم لكم يعني شرح لهذا القرارين باش تكونوا على علم، حيث يبدا تطبيق تاعو بدايه من اليوم ان شاء الله، اليوم الثالث لعيد الفطر المبارك. دونك حنا سمعنا بهذا القرار وما على بالناش وقتاش يكون ابليكابل، دونك قال لي الشيف بلي ابارتيغ دوجوردي بارتي تروازيام جو تاع العيد ان شاء الله يكون فيها خير. قلت كان شاف بلي هما صح لي موطو هما لي يديرونجيو بزاف ثاني، بس كاين واحد العفسه يرونفليو في الفيد، مي كونسيرنون لي فيكيل كاين لي فيكيل صح كي سون بريباري هذوك لي يديروا الحس، مي كاين دي فيكيل دوريجين ستوك هذوك ما يديرونجيوش كامل، تما كي يجي كيما يجي من المان كيما يجي من اوروب فيكيل اومولوجي ما تسمعي له ما والو، تما نورمال تسمعي شويه حس، مي حس اومولوجي ما يجينيش. يعني السياره تاعك فيها الحس؟ انا تاعي دوريجين، مي جبتها هكذا يا دوريجين، ها تما كي تنوضيها في الرالونتي ما حتى وين تاكسي ديري بزاف باش تسمع امتي بروي. كاين عفسه واحده اخرى كان شاف حبينا نعرفوها، نديرو عفسه كيما نقولوا يا لي جون باسيوني، عباك يشري كروسه غاليه بزاف وباش يبريباريها يديبونس لارجون بزاف. حنا الله غالب في الجزائر ما عندناش ان سيركوي ولا حاجه وين نروحو نيكسبلواطي ولا لا باسيون تاعنا هذه كانا فيها. دوك تاع انسان يشري كروسه ب 300 مليون يعدلها ب 200 ولا 300 مليون مع الاخر وفي الكراج ديالها ولا كيفاش، ما يقدرش يمشي بها، ما عندناش ان سيركوي ما عندناش حاجه نحطوها ولا.